موجتنا السعودية ألف ألف أف أم برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا ومرحبا. يا هلا والله بالطاش والرش والبيض اللي مفقش على كل مستمعين إذاعة ألف ألف أف أم، خاصة برنامج عصرية. برنامج عصرية اللي يأتيكم يومية من السبت وحتى الأربعاء على مدار 3 ساعات، من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 5 عصرا. والساعة الأولى زي ما تعودنا مختلفة عن الساعة الثانية ومختلفة أيضا عن الساعة الثالثة. كل ساعة راح نعيش شيء ثاني ومختلف عن الساعة اللي بعدها. الساعة الأولى هي الساعة الخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج الأمراض بالأعشاب. الساعة الثانية هي فقرة منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. الساعة الثالثة راح نناقش موضوع مهم جدا 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 منتشر، يعني هو كان يحصل زمان بس الآن طلعت فضايحهم، يعني طلعت الفضايح حقتهم، صارت تكتب في الجرائد وصارت تطلع، ويعني خلاص ما لهم مفر فيها. راح نناقشه اليوم إن شاء الله نلا عطان عمر في الساعة الثالثة والأخيرة من برنامج عصرية. طيب اللي حاب يتواصل معي في الساعة الأولى على STC 84 7700، موبايلي 640 660، 074 6262. أعيد الأرقام مرة ثانية، STC 84 7700، موبايلي 640 660، 074 6262. أما الاتصال على 01 217 85 85 أو على 02 61 61 100. طيب نبدأ الآن بقراية رسائلكم. لازم تروح تشيك يا عادة بالنسبة لاحتكاك فقرات الرقبة وزي كذا، تقول ما تدري وش السبب، لازم تروح تشيك أول، لازم تروح المستشفى وتشيك تشوف وش السبب حق احتكاك الفقرات الرقبة. لازم خاصة أن أنت تقول مزمن، فبالبداية لازم تروح تشيك تعرف إيش السبب يعني، فصعب أنه أعطيك شيء وأنا ما أعرف إيش السبب يعني، فلازم تروح تشيك عشان تعرف السبب، وبعد كذا سهلة جدا يعني. رحوب أنت بيش وإحنا بيش، ما في أغاني طال عمرك يعني. زينة، بالنسبة للعلاج الحصوة طبعا أنت مو محددة، في حصوة المرارة في الكلى، فأنت مو محددة يعني. طبعا المرارة فيها لها شيء ثاني، والكلى حصوة الكلى لها شيء ثاني يعني، لكن زيت اللوز المر لا ما لا لا. طيب نرجع كامل عبد الله من الرياض. الله يعافيك، يقول تكفى له انت خلطة النشاط ترتبعد الخمول. طيب شوف، هذه وصفة النشاط البدني والنشاط الجنسي يعني. 100 جرام من أملج، 100 جرام من حب العزيز، و100 جرام من الأقحوان. 100 جرام من أملج و100 جرام من حب العزيز و100 جرام من الأقحوان، طبعا تخلطهم كلهم مع بعض بنسب متساوية 100 100 100. والخليط هذا كله تحطه في علبة وتاخذ منه ملعقة واحدة يوميا، فقط ملعقة واحدة يوميا، لأن الخليط هذا المطحون طبعا يكون مطحون منشط قوي جدا جدا جدا. 100 جرام من أملج، 100 جرام من حب العزيز، و100 جرام من الأقحوان، تخلطها مع بعض كلها مطحونة، وتاخذ ملعقة واحدة فقط يوميا من الخليط. سف تسف سف يعني، بعد كده بتشرب معاه موية، أوكي مو مشكلة، عصير مو مشكلة.
طيب روح اللي بعدها. نوال، أنا من يوم أنا صغيرة أعاني من مرض المسالك البولية، ما تقدر تتحكمين في البول. أوكي. سويت عملية ولكن طلعت فاشلة، شو الجديد يعني؟ مستشفياتنا كلها فاشلة عموما يعني. طيب شوفي، جيبين قشور حقات البيض، 7 بيضات من قشور البيض، هذا اللي عندهم تبول في الفراش كرمكم الله يعني. جيبين 7 بيضات مسلوقة، طبعا جيبين 7 بيضات، هذه البيض لسه يعني يكون القشر حقه، وتاخذين القشر حق 7 بيضات. القشر هذا تحمصينه زين لين ما يصير لونه لون البني، لون زي لون البن هذا. بعد كذا تخلطينه، طبعا يكون مطحون، تطحنينه تكسرينه بعدين تحمصينه على النار لما يكون لونه يصير يصبح لونه بني. بعد كده تخلطينه مع 0.5 كيلو من عسل النحل، حاول يكون عسل النحل الصافي. الخليط هذا كل يوم تاخذين منه ملعقتين، ملعقة في الصباح وملعقة في الليل، ملعقة في الصباح وملعقة في الليل. طبعا حاولي ما تشربين قبل النوم ب3 ساعات، ما تشربين أي سوائل. اللي عنده مشكلة في انه عاد ما يقدر يمسك نفسه وهو نايم يعني، حاول انك ما تشرب اي سوائل قبل 3 ساعات من النوم. والافضل من اهله اصلا انه لا نام ساعتين يصحوني يودونهم للحمام يعني، يصحوني يودون للحمام، هو الافضل كذا يعني. لا تزود شيء بركان بالنسبة لخلطة النشاط البدني، أنا قلت لك اللي أنا متأكد منه فقط، لكن أنت بتزود شيء لا تزود، لا تزود على الخلطة هذه بعدين تقول جاني شيء ووليد مسؤول. لا، أنا قلت لك خلطة النشاط بس الأشياء اللي أنا قلتها فقط، لا تزود عليها لا كبد حوت ولا عسل ولا شيء أبد، بس الشيء اللي أنا قلته لك هذا فقط. 100 جرام من الأملج، 100 جرام الحب العزيز، و100 جرام من الأقحوان، تكون مطحونة تخلطها مع بعض، تأخذ منها ملعقة واحدة يوميا فقط، هذاني أقول. طيب نروح اللي بعده. انا عبد الله، وصفه لتنعيم الشعر الخشن. طيب اسمع عبد الله، بالنسبه لتنعيم الشعر طبعا تجيب المردقوش، طبعا من عند العطارين في شيء اسمه المردقوش وفي شيء اسمه البردقوش بالباء وفي شيء بالميم، تاخذ المردقوش، وطبعا هو حلاوه المردقوش انه نبات ريحته زينه، ريحته حلوه يعني، تحطه في خل، تحطه في خل مخفف، ما يكون الخل مركز، يتحط في خل مخفف، بعد كذا تدهن فيه الراس، هذا يجعل الشعر كالحرير، يخلي شعرك حرير كأنه حرير بأمانة، هذه جدا مجربة وحلوة. تجيب نبات المردقوش تحطه في خل مخفف، ما يكون مركز تركيز عليه، خل مخفف، تخلي مثلا إلى بكرة، بعد كذا تبدأ تدهن فيه الراس، هذا يخلي الشعر كالحرير. ايضا ممكن تجيب فنجال من الحنة، من الحنة، وفنجال من زيت الزيتون، وتعجنهم كلهم مع زيت جوز الهند الطبيعي، بعد كذا تدهن فيهم الرأس، هذا برضو جدا رائع لتنعيم الشعر الخشن. طيب عبد الله جاوبنا عليك بالنسبة لخلطة النشاط. بالنسبة اللي عندهم دود، قلنا حتى الأطفال يستخدمونها، موية الزعتر العطري، موية الزعتر العطري أفضل شيء، أفضل نوع التركي، تأخذ عند عطارين، سعره 35 ريال تقريبا، إذا كانوا أطفال تأخذ 0.5 فنجان وتحطه مع موية دافية، موية دافية وتخليه 10 دقائق بعدين يشربونه يوميا الصباح، هذا يقتل الديدان اللي موجود عند في البطن عموما عند الأطفال وعند الكبار يعني.
طيب اللي حنان بالنسبة لألام الكلى اشربي يوميا كاسين من مغلي، مرة في الصباح ومرة في الليل، من الشعير، من مغلي الشعير. الشعير جدا رائع لألام الكلى، الترسبات الموجودة في الكلى، الحرقان اللي موجود في البول، هذا الشعير. بس مغلي الشعير اغنيه واشربيه مرة في الصباح ومرة في الليل، حاولي تشربيه مشروبات غازية. نطلع فاصل، نطلع فاصل بعدها نكمل. موجتنا السعودية ألف ألف أف أم، برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا مرحبا، أرجع لكم مرة ثانية مكملين ساعتنا الأولى والخاصة بالخلطات الطبية وعلاج الأمراض بالأعشاب. أنا أخوكم وليد الخضير. الاس تي سي 84-7700، موبايلي 640-660 زين 746262. أو على الاتصال 01-217-85-85 أو على 02-61-61-100. طيب يعطيك العافية يا منال عيد، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله، أبي علاج يعني عندك الحليب زايد يا بدور، يعني ما فهمت، يعني عندك الحليب زايد ولا لا، أو تبغين تزودين الحليب اللي عندك، ما فهمت، لازم توضحين، يا أنك تبين يعني تجففين لبن الثدي اللي عندك، أو أنه تبين تزودين إفراز الحليب، حد الثنتين حددي، يا هذه يا هذه. حسن إبراهيم، بالنسبة للوصفة اللي تبيها قلنا تجيب هذه أفضل واحدة، أنك تجيب بصل أبيض الأمريكي وتعصره وتأخذ كاس منه وتخلطه مع ملعقة من العسل، هذا يزود لك الأشياء اللي تبيها. طيب أحمد خير الله، بالنسبة للثالول في أي مكان، بالنسبة للثالول في أي مكان تسوي عجينة، عجينة تسوي عجينة من مطحون الحبة السوداء، حبة البركة، الحبة السوداء مع العسل، تعجن المطحون الحبة البركة والحبة السوداء مع العسل، بعدين تحطها على الثالول اللي عندك في أي مكان، بعد كذا تجيب تحط عليه ستيكر لاصق، تحط على المسحوق اللي انت حطيته من مطحون الحبة البركة مع العسل، تسوي منهم عجينة وتحط على المكان اللي فيه ثلول، بعد كذا تركب ستيكر. بعد الستيكر طبعا تكرر هذه يوميا لمدة، يعني حطيتها في اليوم 24 ساعة، من بكرة تشيله وتحط ثاني، من بكرة تكرر عملية هذه لمدة 10 أيام فقط، بعد كذا راح يزول كل أي ثلول حطيت عليه الشيء هذا، راح يزول تماما في 10 أيام فقط يعني. أبو غلا، بالنسبة للصداع المزمن إذا عندها يوميا صداع وزي كذا، أنا أنصحك أنه أفضل شيء الحجامة. بالنسبة للصداع المزمن أنا أنصحك أنه أفضل شيء الحجامة، إذا كان يوميا يجيها ومستمر معاها على طول صدقني أفضل شيء الحجامة، إذا سويت الحجامة بعد الله سبحانه وتعالى ما راح تحس بصداع أبدا يعني. طيب صبا من جدة، أنه أنا أستخدم الشيتو كال، وقال الصيدلي أنه خذي الحبتين، بعدين مو كاملة رسالتك،
طيب هو شيتو كان حلو لانقاص الوزن، بس انه لازم تلعبين معاه رياضه عموما، تاخذين واحده في الصباح وواحده قبل التمرين تقريبا، بس انه يعني لازم تلعبين معاه رياضه، من غير رياضه ترى ما ينفع، ولازم تسوي معاه حميه، تسوي معاه دايت، نظام غذائي يعني. اعرف انه اي شيء يقول لك هذا للتنحيف، اذا ما سويت معاه رياضه ولا حميه غذائيه اعرف انه ما راح يجيب معك نتيجه ايا كان. عبد الرحمن اسماعيل، اذا تبي تعرف طريقه استخدام جوز الهند مع زيت الزيتون، طبعا تكون بنسبه متساويه على حسب طول شعرك، انا ما اعرف طول شعرك، اذا المهم انه اذا كان فنجان فنجان، نصف فنجان نصف فنجان، ربع فنجان ربع فنجان، تكون بكميه متساويه، تخلطهم مع بعض، تحطهم على الفروه الراس وعلى الشعر، تخليهم ساعتين وتغسلهم وتكررها، بس ما تزود عن مرتين في الاسبوع، تشوف النتائج على هذا على حسب شعرك يختلف، الناس في ناس تشوف نتائج في شهر، في ناس في شهرين، على حسب الواحد، كل انسان يختلف عن الثاني يعني. بحسين دوالي تنزيل الوزن، العب رياضة وامسك دايت، العب رياضة وامسك دايت. هتان قلنا قبل انه مو بس التدخين، اي احد عنده سواد في الشفايف او تقشر في الشفايف تسوي كريم اللي هو كريم العسل. كريم العسل هذا عبارة عن ملعقة من العسل وملعقة من شمع العسل وملعقة من زيت الزيتون. طبعا او معليش ملعقتين من زيت اللوز، اللوز مش زيت الزيتون. طبعا تجيب اول شيء ملعقه من العسل وملعقه من شمع العسل، تذوبهم مع بعض عشان يذوب شمع العسل، بعد كذا تخلطهم، بعد ما تذوب شمع العسل تخلطهم مع ملعقتين من زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو، وتحطهم في برطمان صغير يكون له غطاء او علبه صغيره يكون لها غطاء، وبعد كذا تخلطهم، وبعد ما تخلطهم تحط كدهان، تستخدم الدهان دو يوميا قبل ما تنام، يوميا قبل ما تنام، كثير عملية هذه يوميا راح تتحسن بإذن الله سبحانه وتعالى. سالم عبد القادر، رسالتك مو واضحة أبد يعني، حاول يعني تكتب شيء ثاني مرة ثانية يعني. أبو محمد، بالنسبة لإخفاء الشيب إذا كان للشعر اللي هو أوراق الريحان، أوراق الريحان تأخذ نص كاس من أوراق الريحان وملعقة من أكليل الجبل، تحط وكاسين من الموية، تحطهم في البراد، تخليهم يغلون 10 دقائق، بعدين تطفي عليهم وتكون مجهز بخاخ السبريه، إذا يكون فاضي وتعبيه في الخلطة هذه وتحفظه في الثلاجة عادي، من تستخدمه لجيت تتروش، لا اغسل شعرك عادي تتروش عادي، بعد كذا بس تجفف شعرك بالفوطة، تبخ على الأماكن اللي فيها الشيب بالبخاخ وتخليه ينشف بالحالة وخلاص، تكرر العملية هذه عند كل عملية استحمام، تدريجيا راح يرجع شعرك اللون الأصلي الطبيعي. شوف لازم في ريال لازم تحددين اذا كان عندها سكر، يعني السكر نوعين يعني، ممكن يكون سكر يعني جاها من اول براثي وزي كذا، وممكن يكون سكر جاها حديث اللي يكون السكر النوع الثاني، لازم تحددين هذا اول شيء. الضغط برضو لازم تحددين، كان عندها ضغط مرتفع، عندها انخفاض في الضغط، مو بس عندها ضغط وسكر، لازم تحددين وش اللي عندها بس يعني. ستي سي 84 7700، موبايلي 640 660، زين 74 6262. ناخذ شوي من اتصالاتكم بس فقط عن زيادة الوزن، نقصان الوزن وعن ثبات الوزن فقط، مو عن أكثر من كذا. نروح ناخذ اتصال نقول ألو. ذكركم بس بالأرقام، ستي سي 84 7700، موبايلي 640 660، زين 74 6262، فقط بس عن زيادة الوزن أو نقصان الوزن أو عن كيف تثبت وزنك فقط.
سوزان لازم تحددين يا سوزان وش فيه تبغين تستخدمين زيت البندق. له فوائد كثيرة ما قد يعني صعب أني أعدها كلها. لها فوائد كثيرة، كل زيت له فوائد كثيرة، بس أنت لازم تقولين أنا أبغى أستخدم الكذا. أنا أقول لك ينفع معك في الشيء اللي تبغين تستخدمينه كذا أو ما ينفع معك، لأنه صعب أقدر أعدد لك فوائد في وقت البرنامج كله ساعة مع الفواصل كلها 45 دقيقة أصلاً. فقولي لي أنا أبغى أستخدمه في كذا بس. يعني حتى انت المشكله كانت هل اقدر اضيف عليه شيء، انا ما اعرف انت ليش تبين تستخدمين عشان اقول لك ضيفي معه شيء، او ممكن تضيفين تستخدمين شيء احسن منه حتى. يعني نايف لازم تحدد وش سبب الألم اللي موجود في الركبة. لازم يعني لا حد يزعل منه بس بأمانة عشان ما حد يقول إنه وليد بس يعطي على الفاضي زي كذا. لازم تحدد أنت وش سبب اللي عندك عشان أنا أعرف بس وأقول لك. يعني نطلع فاصل وبعدها نواصل. موجتنا السعودية ألف ألف أف أم برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا مرحبا، رجعكم مره ثانيه مكملين الجزء الثالث من الساعه الاولى والخاصه بالخطط الطبيه وعلاج الامراض بالاعشاب على STC 84 7700 موبايل 640 660 زين 74 6262 اتصال على 01 217 85 85 او على 02 161 160 100. هتان المولد بالنسبه للالتهاب اللي عندك، شوف في الاذن طبعا جيب زيت اللوز الحلو، تجيب زيت اللوز الحلو هذا يعالج الآلام اللي موجودة في الإذن وخاصة الإذن الوسطى. حتى شوف تجيب زيت اللوز الحلو، طبعا تقطر زيت اللوز داخل الإذن عدة قطرات مساء مساء. بعد كذا تجيب قطنة معقمة تخليها تدخلها داخل الإذن وتكرر هذه يوميا لين يتم الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه جدا حلوة اللي هو زيت اللوز الحلو. سارة طيب بالنسبة لوصفة الشيخ حقت العقم حقت ألام الظهر وألام الدورة، زيت الزيتون 250 مللتر من زيت الزيتون، نصف فنجان من حبة البركة ونصف فنجان من الحلتيتا الطازجة، تخلطينهم كلهم مع بعض وتحطينهم في علبة زجاجية لمدة 4 أيام، ما بين فترة وفترة تخضينهم مع بعض. بعد الأربعة أيام تبدأ تستخدمينها. كيف تستخدمينها؟ كدهان من فوق الصدر عندك لين منطقة العانة والظهر كله لين حد العصعص يوميا كدهان. فقر الدم لازم تتخلص منه يا محمد عبد الله في البداية، وقلنا كيف تتخلص منه يعني أكثر من مرة. تجي تاكل يوميا ربع كيلو من الفراولة، تاخذ فيتامينات، في فيتامينات اسمها مجموعة فيتامينات من عند الجي ان سي حق الأعشاب، مجموعة فيتامينات تجيب علبة سودا هذا جدا حلوة. بعد تاخذها تاخذ حبة واحدة يوميا منها، هي أعشاب مجموعة فيتامينات. تاخذ بعد حزمة كاملة من الجرجير يوميا تاكلها قبل الفطور بربع ساعة وقبل الغداء بربع ساعة وقبل العشاء بربع ساعة، تجيب ملعقة مليانة من مطحون الحلبة وتخلطها مع العسل وتاكلها. بعد تاكل تشرب عصير الليمون يوميا بعد الفطور مباشرة وبعد العشاء مباشرة وبعد الغداء مباشرة، تستمر عليها لما تتخلص من فقر الدم اللي عندك. اللي يقول أبي خلطة شد البطن من أثر الولادة اكتبي اسمك. يعطيك العافية عبد المجيد الحربي. قلنا اللي يكثر الشعر ويمنع التساقط زي كذا هو أفضل زيتين يا شاكر العنزي، بس أنت لازم تعرف إيش سبب التساقط. لكن بالنسبة لتكثيف الشعر إذا كان وراثي ما ينفع معك الزيوت أبد، لكن إذا كان بس ضعف الشعر وزي كذا اللي هو زيت جوز الهند الطبيعي وزيت السمسم تخلطهم مع بعض بكميات متساوية، تحطهم مرتين في الأسبوع فقط لمدة ساعتين وتغسلهم. هذه إذا كان التساقط عندك مش وراثي، هذاني أقول إذا كان وراثي ما ينفع معك ولا زيت.
خليها يا سعد الحربي الوحمة الصغيرة البنت الصغيرة توها طالعة ما يطلع فيها شعر، خليها شوي اصبر اصبر سنتين ثلاثة يعني يصير بنتك عمرها يكذا، وإن شاء الله يعني اصبر شوي لا تستعجل توها البنت صغيرة يعني. وميوسف تبين تشدين البطن والأرداف والأفخاذ العبي بالدراجة يوميا نص ساعة بالدراجة الثابتة، يوميا نص ساعة بالدراجة الثابتة يشد لك أسفل البطن والأرداف والأفخاذ. طيب يعتبر وزنك كويس يا علي القحطاني، بس لو تنقص كيلو واحد فقط لو لكن يعتبر وزنك كويس يعني. العنود لازم تحددين نوع بشرتك. قلنا معفيفة كيف تتخلصين من الثلول، تسوين عجينة من مطحون حبة البركة والحبة السوداء شوفي تجيبين من مسحوق حبة البركة يعني مطحون حبة البركة والحبة سوداء تخلطينها مع العسل وتحطينها على الثلول اللي موجود عندك وتركبين عليها ستيكر تخلينها 24 ساعة بعدين نفس الحكاية تكررينها مرة ثانية ونفس الحكاية تكررينها مرة ثانية لمدة 10 أيام بعد كذا راح يروح الثلول اللي عندك أي ثلول في أي مكان. أبو زيد بخاخ قلنا البخاخ هذا تبخ تغسل شعرك تتروش عادي بس دين تأخذ البخاخ هذا حق الشيب وترشه في الأماكن اللي فيها ظهور الشيب، ترشه في الأماكن اللي فيها ظهور الشيب تخليها تنشف بالحالها وتكرر العملية هذه عند كل عملية استحمام لما يبدأ شعرك يرجع للون الأصلي والطبيعي. أبو علي حساسية وين وين توينا قايلين علاج الشعر الأبيض؟ لا إذا عندك زيادة في الوزن يا أبو حكم من جيزان وتبغى بس تمارين بطن تشد لا لازم أول شيء تتخلص من الدهون اللي عندك تمشي وتخلص من الدهون اللي عندك بعدين تسوي تمارين للبطن، أما أنك بس تمارين البطن وانت تاكل 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 لا. عندك نقص في فيتامين د ممكن تاخذ اقراص فيتامين د ممكن تاخذ تتعرض للشمس اشعه الشمس يعني لغايه الساعه 9 يعني ممكن 10 لكن قبل غروب الشمس هذه جدا حلوه تعوضك بنقص فيتامين د. ملعقه صغيره يا خالد ملعقه صغيره مش ملعقه كبيره. STC 84-7700 موبايل 640-660 زين 74-6262 روح ناخذ شوية اتصالات يلا نقول ألو ألو. طيب اتصال اللي بعده ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا الله خير كيف حالك سيروليد؟ حياك الله هلو والله حياك الله الله يسلمك. لا يا سيروليد أنا أشوفك مركز على الخلطات والشعر وما شاء يعني العيون هذه ما تشوف إلا حل يعني والله ما جاني سؤال عليها عشان أقول يعني ما جاني انا اقرا انا جاوب على حسب الرسائل. لا لا شيخ عنده مويات عنده زرقات اي ما حد لا لا في ناس سالتني قبل جاوبت على المويه البيضه والمويه الزرقاء. بعد يا دكتور وليدنا الزخير عندي الحرمه عند الحساسيه الاكتئاريا والاكتئاريا حساسيه وين تقول في الدم في الافتكاريا والاكتئاريا عندها حساسية في الدم سوت إيه. تحليل يعني وزي كذا وطلع ايه وصلها قال عندها شو اسمه هذا لازم لازم تنطق اسمها صح لازم تنطق اسمها صح ايش اسمها يا مرة لازم شوف يرسلها برسالة على هذا يقول لي اسمها لازم يعني ولا يعني ولا تصورها اذا عندك حساب تويتر صور بس اللي ارسلوه لها هذا سووه لها صوره بس لي وانا اعطي اسمها افتكاريا 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 في الدم
والله مو واضحة أقسم بالله. بس شوف أنت عندك حساب في تويتر؟ يعطيك العافية. لا عندك حساب؟ طيب أوكي يعطيك العافية. الله يعافيك شكرا. أنا والله ماني فاهم شو يقول ارتكارية ما أدري شو يقول بس هذا اللي أنا فهمته. ألو. طيب اسمعوني من التليفون لو سمحتم. ألو. السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ وليد كيف حال حضرتك؟ الله يسلمك يا باشا الحمد لله تمام والله. والله أنا مصري مقيم هنا في السعودية وبسمع حضرتك كل يوم. الله يسلمك. بحب أسمع برنامجك والله. والله تحية للشعب المصري. والله أنا من الناس اللي يحبون مصر والله العظيم يعني. والله أنا بعشق حضرتك وبعشق صوت حضرتك في المعدة والله. تسلم والله. بيض الله وجهك. شكرا جزيلا لك. الله يكرمك. أنا أنا طولي 180 ووزني 90 كيلو. عندك 10 كيلو زيادة. 10 كيلو زيادة. 10 كيلو زيادة. أنت تمشي؟ أنا بتحرك. لا يعني وش كيف تتحرك يعني تمشي ماشي يعني كان ماشي بس. تخلص يعني ماشي تخلص شغلك ولا؟ بلع 80 برضو اللي هي ضغط وبطن برضو. الضغط حلو البشم هذه حلوة للصدر الصدر والذراع والأكتاف في الوسط. لكن شوف حاول يعني لو تجيب لك سير لو تقدر تجيب لك سير أو إنك تمشي في الممشى يعني 45 دقيقة يوميا. اه 45 والله بيسأل انا كل تعليماتك بمشيها والله وكلها فديتني الحمد بس لله بس الحمد لله يعطيك العافيه يعني. وفي حاجه كمان والله يعني نفسي اسالك عليها والحمد لله الاتصال مسك معاك حضرتك لان انا بحاول اكلمك من زمان والله. ليه الشرف ليه الشرف لي انا والله اللي هو بشريت عندي كنت يعني عند الحلاق ففي يعني بعد الفتله يطلع حبوب طلع لا اسمرار حط كولونيا او كريم في اسمرار كده فبعمل كريم وجريس بتاع بعمل جريسلين وليمون فبيعمل التهابات اكتر في البشرة. جريسلين وليمون وفكس وفكس سوالك ايش لون البشرة تاني لو تعمل جريسلين وليمون وفكس يشيل لك ال يعني اذا تتكلم على الاسمرار والكلف والحبوب هذه اللي موجودة هذا يسوي لك البياض هو يعطيك بياض للبشره هي الاماكن اللي هو عمل فيها اللي بقول لك عليها ديت عملت اسمرار لا اذا عملت اسمرار حاول تستخدم كريم اسمه كريم الريتين اي هذا يقشر لك البشره انت لازم تستخدم مشكله في الشمس حضرتك اي هذه المشكله انت في الشمس لكن اذا لا اذا تسوي اسمرار او زي كذا هذا لازم تسوي مقشر على اساس انه يشيل الطبقه السوداء هذه يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك لا يا باش حياك الله نطلع فاصل بعد فاصل نرجع نواصل موجتنا السعودية ألف ألف أف أم برنامج عصريات يا هلا والله وغلا مرحبا رجعناكم مره ثانيه ومكملين الجزء الاخير من الساعه الاولى والخاصه بالخلطات الطبيه وعلاج الامراض بالاعشاب يلا نبدا شوي نقرا بس احمد الشريف علاج الثعلبه قلنا يا انك تجيب الثوم المفروم وتدعك على المكان المصاب بالثعلبه لمده 5 دقائق تقريبا بعدين تخلي بقايا الثوم المفروم على المكان المصاب بالثعلبه لمده 20 دقيقه وبعدين تغسله او انك يعني بس خليك على الثوم افضل خليك على الثوم افضل افضل لك الثوم افضل شيء الثوم يعني الثوم طبعا رقم واحد في علاج الثعلبة بالنسبة للأعشاب. التشققات باليدين والأرجل حط فازلين قبل ما تنام والبس شراب وقفازات باليدين وشراب برجلين وتشوف إن شاء الله كيف تروح التشققات مرة واحدة باليوم من أجل الزيادة مرة واحدة باليوم حطي ليمون فنجال فيه ليمون وغطي أظافرك هذا يقوي لك الأظافر يا رحوبة قلنا الريتين اي يجي ريتين اي يجي كريم ويجي جل ويجي محلول انت تستخدم الكريم هو أقوى شيء الجل هذا نص قوة الكريم ما منه فايدة الكريم هو أقوى حاجة بالليل حطيه على وجهك والبكرة حطيه على وجهك وبعد 3 أيام بعدين بتبدأ تحسين بدأ وجهك يتقشر بديتي بتحسين بحمرار وحرارة وزي كذا لا تتعرضين للشمس إذا بتعرضين للشمس لا تحطينه بعد كذا حطي مرة واحدة أو مرتين كريم الحساسية عشان يهدي لك بس الحمرار بعد كذا بتستخدمي كريم الجلسرين هذا حلو
بس هذه طريقته يخلي بشرتك زي الأطفال. طيب نبدأ ناخذ شوية اتصالات، نرجع اتصالاتكم شوي. يلا ناخذ اتصال نقول ألو. ألو سريعا يا ناس سريعا. ألو 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 حياك الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخوي وليد؟ حياك الله تفضل أخوي سريعا لو سمح. معك أحمد من أبها. أنا وليد أنا اللي أرسلت لك إن عندي صلع قبل فترة. صلع وراثي أحمد؟ والله لا، أنا يوم كنت صغير ما كان عندي، ما كان موجود. لا لا، أنت الوالد عندك مصلع؟ لا أنا أبدا. عمك خالك؟ لا أنا ولا واحد. ما في من عمانك ولا خوالك ولا الوالد ولا شيء؟ لا. طيب ولا أخوانك ولا واحد من أخوانك؟ ولا واحد. طيب تفضل. فما أدري يعني. أنت عندك يعني الحين صلاة في عندك باين الحين الصلاة عندك ولا عندك تساقط فقط؟ موجود موجود في فروة الرأس من فوق. إيه؟ في الوسط كذا في يعني صلاة. ومقدمة الرأس؟ كيف؟ ومقدمة الرأس؟ مقدمة الرأس لا ما فيها يعني. بس انت متاكد انه ما عندك ولا واحد يقرب لك قريب لك عنده صلع وراثي ابدا ولا حتى من اقارب امك يعني؟ والله عاد ما ادري ان كانوا قد لازم يعني. لازم شوف اذا حد لازم اذا من اقارب امك ولا من اقارب ابوك احد عنده صلع وراثي راح يطلع عندك. طيب اخو وليد ما له علاج يعني صلع الوراثي؟ قلت لك انا تاخذ اذا عندكم عيادات جلديه خاصه تروح تاخذ ابر الميزوثيرابي، هذا كورس، هذا ابر بالراس، هذا ابو حميد هذا يعطيك نتيجه جدا رائعه، تبدا يفتحون لك المسامات ويبدا يرجع منابت الشعر مره ثانيه، هذا شيء كورس تقريبا مده شهر بتشوف نتيجه من اول شهر. ثاني شيء تروح تاخذ بخاخ من الصيدليه يحتوي على ماده المينوكسوديل، المينوكسوديل في شركات كثيره بس البخاخ فيه الزبده هذه ماده المينوكسوديل هذه تعيد لك انبات الشعر مره ثانيه، 10 بخات في النهار و10 بخات بالليل تاخذ تركيز. الإبر هذه يعني ما فيها أي خطورة أبدا يعني. إذا عندك صلع وراثي أتحدى من يقول إبر الميزوثيرابي عليها خطورة للي عنده صلع وراثي، هذه الحل الوحيد للي عنده صلع وراثي، ولا تقضي لك عليه، ترى صلع وراثي ما ينقضي عليه، بس اللهم بدل ما تصلع الحين تصلع بعد 5 سنوات 6 سنوات زي كذا يأخر لك الصلع الوراثي. طيب سؤال ثاني أخي وليد لو سمحت. سام أنا عندي ارتفاع في ضغط الدم يعني. طيب مرة يعني ما حتى رحت اكثر مضى يعني ما قالوا سبب يعني مقنع يعني. طيب بس عندك ارتفاع في ضغط الدم؟ ايه. طيب تعرف الغجر هذا ولا الكركديه هذا عرفته الاحمر؟ ايه معروف. ايه هذا طول الله عمرك تشربه، اذا عندك ارتفاع تشربه بارد، اذا عندك انخفاض تشربه حار، وفي عندك اوراق اسمها اوراق الزيتون تاخذها من عند العطارين المغلي حق اوراق الزيتون هذا ينزل لك الضغط، اذا عندك ارتفاع خذ مغلي اوراق الزيتون وخذ الكركديه البارد بس، وهذا يضبط الضغط. هذا يضبط لك، اذا عندك ارتفاع خذ البارد وخذ مغلي اوراق الزيتون. الله يعطيك العافيه وياك بيض الله وجهك اخوي. روح اللي بعد. الو الو تفضلي. الو تفضلي تفضلي. سمحت ابغى خلطه لازاله الصبغه. صبغه اللي في الشعر؟ ايوه انا صبغت شعري صبغه وابغى ازيلها، كيف تزلينها؟ ايوه ابغى اشيلها الحين يعني. لا هذا ما هذا ما هذا ما له علاقه، هذا تروحين المشغل ولا تروحين اذا ما له علاقه، انا صبغه وبتشيلينها اذا عندك تقصف بالشعر بسبب الصبغه عندك شيء اوكي انا اعطيك شيء يشيل التقصف يشيل التمليس، لكن تشيلين لون الصبغه هذا مشغل ولا شيء ما له علاقه اختي. نروح اللي بعد. الو الو حياك الله. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مكسفين؟ لا يا اخوي غلطان يا اخوي. نروح اللي بعد. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك اخوي وليد؟ الله يسلمك اختي تفضلي. معكم معيشه. ومعيشه هلا والله يا معيشه تفضلي. انا شعري يتساقط كثير ويفرز دهون. شعرك انت شعرك دهني؟ ايوه دهني مره. طيب يعني اذا ما غسلت اليوم ثاني يوم على طول القى شعري مزيت مره يعني. طيب يتساقط هو عشان اساس انت شكلك يعني ام عيشه يعني ممكن تخلينا في وقت ما يعني ما تغسلينه؟ الا انا يوم اغسله ويوم لا، اليوم اللي ما اغسله ثاني يوم على طول يطلع لي. طيب ايه وش الشامبو اللي تستخدمينه؟ وش الشامبو اللي تستخدمينه للشعر؟ اكلين عندك لا شوفي استخدمي شامبو يمتص الدهون، عندك شامبو الاطفال تعرفينه هذا بيبي جونسون. أنا المفروض ما نقول الأسماء بس يلا بيبي جونسون هذا أول ما تغسلين في شعرك بتحسين شعرك جاف
يمص الدهون مص اللي في الشعر هذا شيء. وحاولي تتروشين اوكي يوم ورا يوم ورا يوم هذا زين يعني، بس انه عشان لازم تستخدمين شامبو يمص الدهون مص. فعندك شامبو الاطفال هذا جدا حلو رهيب يعني، حتى انا ترى استخدمه يعني. شعر يعني خفيف عشان الزيت اللي يفرش كذا صار شعري خفيف. شعرك خفيف صار يتساقط يعني بسبب الزيت؟ ايوه بقوه. انت تستخدمين زيوت على شعرك؟ تحطين زيوت؟ والله انا استخدمت الزيت اللي قلت عنه في البرنامج، زيت السمسم مع زيت جوز الهند. طيب أيوة. اذا شعرك يفرز دهون وكل شيء لا تستخدمين زيت زيوت، وقفي لا تستخدمين الزيوت. اذا شعرك يفرز انا اخليه كذا. اي خليه كذا بس، يعني اصبري عليه شوي وبس اغسلي يوم ورا يوم بشامبو الاطفال، يوم ورا يوم بشامبو الاطفال فقط، لا لا تستخدمي شيء. سؤال ثاني الله يعافيك، بنتي عمرها 5 سنوات وعندها افراط، تحب الاكل كثير. فاتمنى ان احصل حتى لو شيء يسد شهيتها اتمنى يعني. اول شيء ما شاء الله يعني عشان ما حد يعطيها عين يعني. بالنسبة لسد الشهية بس خلينا أنا بأوعدك إني أجاوبك على طول، بس الحين عشان دخل وقت الأخبار نطلع الأخبار وأوعدك بعد الأخبار قبل ما نطلع فقرة منامات أجاوبك على طول. يعطيك العافية، شكرا جزيلا. نطلع موجز الأخبار بعدها نرجع نكمل، خليكم معنا. ألف ألف أف أم